السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لمواعيدكم اليومي مع برنامج المشهد، حيث نتناول فيه مؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مدينة درنا والانتقادات لوزيرة الخارجية الألمانية لاتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي وما سينجم عن ذلك. لكن قبل كل ذلك لا بأس أن نطمئن على إعادة الإعانات في المغرب بعد أسبوعين من زلزال مراكش. إذن للوقوف على آخر المستجدات الموجودة في المغرب والإعانات ما بعد الزلزال، أسعد باستضافة زميلي المراسل المغربية من المغرب نبيل عبداللوي. أهلا وسهلا بك نبيل، ما هي آخر المستجدات وكيف تتم عملية الإعانات هناك؟ مرحبا بك زميلتي دلولة وبجميع السادة المشاهدين. آخر التطورات عقب الزلزال الذي ضرب المغرب بدأ تظهر ملامحه وستكون أكثر في الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل أكيد سيكون حاسما في بدء عملية تنزيل برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال القوي. حاليا تجري عملية إحصاء المتضررين في مختلف الأقاليم التي هزها هذا الزلزال، كما أنه سيتم في نهاية هذا الشهر بدء صرف المساعدات التهدئة المالية لمدة عام للأسر المتضررة في أفق إعادة بناء المنازل المتهدمة بشكل كلي وإصلاح المتهدمة بشكل جزئي. كما أنه اليوم قام وزير الملاحة بزيارة للمنطقة رفقة طريق يعمل على إحصاء السكان الذين فقدوا مسكنهم، ونحن نعلم بأن يعتمدون على الزراعة ورعي الماشية، وبالتالي فوزارة الفلاحة تقوم بتعويض كل رؤوس الأغنام التي نفقت في هذا الزلزال لفائدة الفلاحين وفقا ما جاء في البلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. على مساعدات المستوى الشعبي، الآن المساعدات انتقلت إلى مرحلة أخرى، فبعد أن كانت على مستوى الأطعمة والخيام انتقلت إلى الحاجيات الضرورية الآنية مثل حطب التدفئة، حيث شهدت قوافل كثيرة من الشاحنات محملة بحطب التدفئة تتوجه إلى هذه المناطق وهذه الدواوير التي تعرف برودة قاسية لأنها تعتبر من بين أعلى قمم الجبال في المغرب في جبال الأطلس. طيب نبيل، ماذا عن صرف المساعدات للأسر المتضررة التي أعلنت عنها وزارة الميزانية، الوزير المنتدب بن كلف بالميزانية والذي قال أنها ستكون نهاية هذا الشهر؟ هل هناك استراتيجية معينة لوصول هذه المساعدات وهذا الصرف لمستحقيه؟ نعم زميلتي دلولة، نهاية الشهر سيكون الصرف الأول كما قلت لمدة عام. أصلا كانت هناك منصة رقمية فرعت فيها وزارة الداخلية المغربية فيما يعرف بالسجل الاجتماعي الموحد للمغاربة، بحيث يتم صرف إعانات للأرامل وللمطلقات بإعطار إلى ما دون ذلك وكذلك الدعم المدرسي على مستوى تيسير. لهذا فعل على المستوى الرقمي المنصة الرقمية متوفرة الآن، وسيتم دفع هذه المستحقات في حدود 250 دولار شهريا للأسر المتضررة لمدة عام عبر الحساب البنكي لهذه الأسر. العملية لا تتطلب يعني توزيعا يد بيد، بل ستكون على المستوى الرقمي وفق المنصة الرقمية المعمولة بها حاليا. نبيل عبداللوي مراسل المغربي كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة بآخر مستجدات على مستوى الأرض بعد أسبوعين من زلزال مراكش. إذن
أعلنت حكومة الشرق الليبي حكومة أسامة حماد تنظيم مؤتمر دولي في 10 أكتوبر المقبل يهدف إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة جراء عاصفة دانيال شرق البلاد. حماد دعا المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في مدينة درنة لتقديم التصورات والرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة وما جاورها من مناطق متضررة. من جهتها تقدمت حكومة الوحدة الليبية في طرابلس بطلب إلى البنك الدولي للمساعدة في إدارة أموال إعادة إعمار درنة والمناطق والمدن المتضررة. نسأل في المشهد اليوم عن أسباب تحديد مؤتمر إعادة الإعمار سريعا في الشرق الليبي. كيف سيوازن العالم والمجتمع الدولي بين الشرق والغرب في ظل مطالب المساعدات المتباينة بينهما؟ وكيف سيؤثر الانقسام الليبي على لملمة الكارثة في درنا؟ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز غنية من لندن. أهلا وسهلا بك سيد غنية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. تحياتي واحترامي للأستاذة وشكرا على أهلا بك. استضافة حقيقة موضوع إعادة إعمار مدينة درنة موضوع ليس يبدو أنه ليس سهلا، يعني في أي حكومة مستقرة عادة عندما تحدث مثل هذه الكوارث تجابها أطراف المعارضة، فما بالك بوضع سياسي هش. هذا الوضع السياسي الهش سيمنع الأموال الباكرة للحكومة المركزية إلى مدن مثل مدينة درنة التي يسيطر عليها طرف آخر غير الطرف الذي تناوله الحكومة المركزية داخل عاصمة طرابلس. العداء أو عدم الاتفاق معه سياسيا أو مكانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة التي تعتبر الحكومة المناوية لحكومة طرابلس هي السيطرة على ملف إعادة الإعمار. تأتي المساعدات الدولية والطلب الدولي سيصطدم بهذه المعضلة التي سيقف أمامها طويلا لمعرفة ما إذا كانت أي من الحكومات الأولى بإعادة إعمار مدينة درنة، وبالتالي سنجد سجالا الآن يملأ أروقة البلد ما بين الحكومتين، ما بين الحكومة المسيطرة في الشرق الليبي والحكومة المسيطرة في الغرب الليبي، وكل يتنازع الاختصاصات. لكن يبدو التنازع حاليا التنازع على يعني موضوع حساس، يعني حينما يطلق الحكومة في الشرق مؤتمرا دوليا من أجل إعادة الإعمار في درنة، ويطالب الحكومة الوحدة تطالب في الغرب البنك الدولي بتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار، هنا يبدو الأمر كأنه يخلق حالة من ربما من الحيرة للمجتمع الدولي، كيف يمكنهم أن يساعدوا درنة و من موكلون بمساعدتها مختلفون على ذلك؟ نعم، بالدرجة الأولى سيتم إجهاض مشروع إعادة إعمار درنة، لأن موضوع المساعدات الدولية من البنك الدولي لا تأتي عن طريق الهبات، إنما لها شروط، ودخول لأروقة البنك الدولي وطلب مساعدته المادية هذا سيغرق البلد في قصة أخرى، ويسلم البلد على طبق من ذهب لسكين البنك الدولي. هذا من جانب. ربما المطالبات كانت على الجانب الفني من ناحية الإدارة ومن بالضبط ناحية بالضبط هي هو المطلب كان إدارة أموال إعادة الإعمار، ولكن أيضا سيدتي الكريمة إدارة الأموال هؤلاء موظفين دوليين سيتقاضون الكثير من الأجور لتولي إدارة هذا المشروع. لا تنسي نحن مع الضحايا ومع ما حدث في مدينة درنة من كوارث، لكن سيدتي الكريمة الضرر الذي حدث في مدينة درنة رغم أن ضحاياه بالآلاف، ولكن تظل درنة مدينة صغيرة سهلة البناء وفق ما قامت به ليبيا والخبرات الوطنية الليبية من إعمار لكثير من المدن السكانية. ربما ليبيا تمتلك الأموال وتمتلك الطاقات الفنية، ولكنها لا تمتلك الإدارة، خصوصا مع انتشار الفساد منذ انهيار النظام السابق، وبالتالي أصبح الليبيون لا يتقون عموما في من يتولون أي مشاريع، فما بالك بمشروع كبير
يسمى مشروع إعادة إعمار مدينة درعا. سيدتي الكريمة دعني ألقي الضوء على زاوية أخرى من الصراع السياسي ما بين الجنبين، وهي أن إعادة إعمار درعا نحن على أعتاب انتخابات رئاسية، فلا أعتقد أن الأطراف المتصارعة ستسمح بأن تكون إعادة إعمار درعا رصيد لطرف واحد دون المشاركة به. هذا من جانب، والجانب الآخر أو أن لا تحدث أصلاً، أن لا يحدث أصلاً إعادة إعمار مدينة درعا ويبقى خسارة لطرف واحد دون غيره من خلال خلق هذه الزوبعات الخلافية السياسية. الليبيين متفقون أن إعادة إعمار مدينة درعا لابد أن يتم بقوة. الدعوة إلى الشركات الدولية أن تأتي من أجل أن توقع عقود إلى إعادة إعمار، لا أعتقد أن الموضوع سهل من ناحية الفنية والإدارية والتقنية. مصر ليبيا المركزي يقع تحت أيادي حكومة طرابلس، فلا أعتقد أن الأموال سيكون تسهيلها بالصورة السريعة جدا. نحن أمام حلين لا ثالث لهما، أن يكون هناك مانح دولي يستطيع من الدول التي مثل الإمارات أو مصر أو غيرها من الدول التي أو روسيا أو غيرها أن تقدم منحة في شكل إعادة إعمار المدينة أو جزء المتضرر منه، جزء المتضرر إعادة بناء سدين أو ثلاثة في الوادي، بالإضافة إلى ثلاث أو أربع جسور على ضفتي الوادي، ومحاولة إعادة إعمار ما تحطم من المباني، وهي ليست كثيرة من ناحية التعداد للشركات الكبرى وللإنشاء اللي يعتبر إنشاء كبير. يعني وإن كان الحديث عن أن يعني كل مباني في درعا تضررت بشكل كبير. نعم، أعود بك بالإذن سيد أغنية، أعود بك إلى جزئية البنك المركزي المسؤول في طرابلس على صرف أي أموال تحدد لهذا الإعمار. هل يعني برأيك الشرق يسارع الغرب أو يحاول أن يجد منفذا لتمويل هذا الإعمار من خلال المنادات بمؤتمر دولي حتى لا تتعرقل العملية على مستوى البنك المركزي في طرابلس؟ نعم، هناك نحن الآن ليس في سجال سياسي ولكن في نزاع اختصاصات، والحكومة المعتمدة من البرلمان التي تقع في نطاقها بشكل تحت يدها يعني بشكل مباشر مدينة درعا ترى في أن هي الآن أمام مشروع إثبات وجودها في هذا المشروع، وجودها من خلال هذا المشروع، مشروع إعادة إعمار درعا. لكن حكومة طرابلس تعتبر في مشروع إعادة إعمار درعا ليس مشروعا لأهل درعا بقدر ما هو فرصة انتخابية لتبييض صفحة الحكومة أو لتبييض صفحة مصرف ليبيا المركزي. إذا تجاوزوا هذا الخلاف السياسي ووصلوا إلى اتفاق، أعتقد أن حكومة طرابلس ستربح أكثر مما تخسر لو سهلت الأموال إلى حكومة الشرق الليبي، لأن الليبيين يعرفون حقيقة الأمر، حقيقة الصراع السياسي. ولكن لو حدث وأن سخر المصرف الليبي المركزي الأموال لكائنا من يكون بالشرق الليبي من أجل إعادة إعمار درعا، ولو الحكومة في طرابلس سخرت الأمور، سهلت الأمور لحكومة الشرق الليبي لإعادة الإعمار، هنا ستكسب نقاط إضافية وستكون مشاركا رئيسيا في إعادة الإعمار. والأكيد لا يخلو الأمر من اقتناص الفرص خلال هذه الكوارث وخلال هذه المناسبات، لكن ربما سيكون هناك عارض وتكون هناك نقطة تمنع هذا التسهيل، لأن هناك شكوك بالمبالغ التي حددت سريعا بعد الإعصار من نحو 10 مليار دولار من أجل إعادة إعمار درعا في وقت قياسي، وقت قصير، لم تكن هناك إعادة جدولة أو دراسة أو بحث عن هذه المساعدة
الاعداد كلها في ظل شبهه الفساد التي تحيط بالملف، هل يمكن فعلا ان تسارع طرابلس لتمويل هذا اعاده الاعمار وتسهيله من اجل الليبيين وليس من اجل ما ترمي اليه حكومه الشرق؟ لا اعتقد ان هناك وسطاء مازيين الان يستطيعون ان يسخروا نزاهتهم في إعادة أعمار المدينة ومساعدة المتضررين. إعادة أعمار المدينة هنا تتكلمين على ثلاث بنود في إعادة الأعمار: إعادة أعمار المباني والجسور والطرق وما تم تهديمه، وهذه عادة أمواله بسيطة ليست كثيرة بالمطلق على دولة نفطية تنتج النفط والغاز وموارد الطاقة وحتى على الدول الصديقة. لديك مشكلة أخرى في ديات القتلى والتعويضات للذين أسرهم غرقت والتعويضات المعنوية والنفسية التي يمكن تريها ملفات مكدسة داخل أروقة المحاكم ضد الدولة الليبية كجسر، ضد الحكومات أي كانت حكومة الشرق أو الغرب، دعاوي مدنية لسكان مدينة دارنة. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة ويحتاج إلى أموال كثيرة للتغطية. في صراع الفرص ما بين الحكومتين وما بين الجسمين نبحث عن هذا الوسيط. لا أعتقد أن الدول الداعمة الرئيسية لطرفي الصراع أنها ستتفق، لأننا رأينا هناك استعراض خفي في مدينة درنة الآن يحدث على شواطئ درنة، وهو الوجود العسكري، الفرقاطات والسفن التي تحمل ما قيل إنه أطنان من المساعدات للليبيين، وهي في واقع الأمر استعراض عسكري ضد الآخر. ثلاث فرقاطات عسكرية تركية موجودة في ميناء طبرق، حامل الطائرات مصرية موجودة في ميناء البيضة، نائب وزير الدفاع الروسي ومعسكراته ومستشفياته الميدانية، الفرنسيس كذلك، الإيطاليين والروس أيضا فرقاطات وبأسلحتهم. يعني هذا كل الأمر ليس يعني التأكيد على الفرق المدنية التي أتت، هناك فرق كثيرة أتت من كل الدول العربية للمساعدة في الإنقاذ، هذه فرق مدنية يعني أتيحت لها الخبرة في هذه الكارثة حقيقة، يعني قدمت خدمات بارك الله فيها، ولكن أيضا اكتسبت خبرة، وهذه الفرق دائما تبحث عن الحوار وتقدم المساعدات، وبالتالي من اجل نيل خبره اكثر فاكثر فاكثر. ورغم ذلك هناك اتهامات وهناك انتقادات لجهود الانقاذ في درنة وجهود انتجال الضحايا حقيقه من تحت الماء وفي البحر، وهناك ايضا اتهام للحكومه في الشرق من انها تتستر على العدد الحقيقي للضحايا، ما حقيقه ذلك وما الهدف منه؟ ليس هناك تستر حقيقي، لأن الأرقام ما زالت سيدتي الكريمة غير معروفة، يعني الأرقام ما زالت تحتاج إلى إحصاء ما بين السجن المدني وما بين أقارب الضحايا وما بين الأعداد الحقيقية من الأجسام. لا تنسي أن اليوم نتكلم على قرابة الأسبوعين وكثير من الأجسام تحللت، الأعداد الموجودة بالبحر تحتاج إلى فرق متخصصة. ربما الآن ندخل في قصة العقود وليس قصة الانفشال الطوعي من فرق التي يمكن أن تحدد عدد الضحايا، تحتاج إلى فرق متخصصة تشتغل ليل نهار بمعامل DNA لتحديد الأقارب ومنهم المتوفين وغيرها من العمليات الفنية الدقيقة. الآن عمليات إنقاذ الأحياء تمت، والآن موضوع القتلى وموضوع الذين جرفهم التيار تظل تأخذ زمن طويل، وأعتقد أن ليبيا أن تصل إلى عدد نهائي تام في فترة نهائية لأعداد الضحايا لا أعتقد أنه سيكون من السهل في الوقت الحالي. نحتاج إلى مقارنة سجلات السجن المدني وتسجيل المفقودين وأقاربهم والتجميع، هذا عمل يحتاج من قوات البحث الجنائي أو القوات الشرطية متخصصة في تحديد الرقم النهائي وتحديد أعداد مدينة درنة، ناهيك عن الأجانب الموجودين في مدينة درنة، خاصة أن ليبيا تشهد
أعداد كبيرة من الذين يدخلون بدون أوراق جيبوتية عبر الحدود لسوق العمل المفتوح في ليبيا. هؤلاء أيضا يضاف إلى كثير من الأعداد الذين راحوا ضحايا هذه الفيضانات. وأيضا هذه الأعداد ستظل في عداد المجهول لأن لا توجد قوائم ولا توجد أسماء حقيقية. وهل سيظل في المجهول أيضا سيد غنية، هل سيظل في تحت ظل المجهول أيضا المسؤولين عن هذه الكارثة والاتهامات موجودة بأن هناك تساهل وهناك تخاذل، يعني هناك ما كان ينبغي أن تتدارك به الكارثة وأن تكون أقل بكثير من هذا الحجم الذي روع الليبيين؟ نعم بالتأكيد هناك مكتب النائب العام فتح تحقيق، السلطات الحكومية داخل شرق ليبيا وغرب ليبيا فتحت تحقيق في هذه الكارثة. وأعتقد أن التحقيقات للأسف لن أقول لن تفضي إلى شيء ولكن لن تحدد المسؤولية، هي المسؤولية بالدرجة الأولى لدى الحكومة، لا يتحمل أحد هذه الكارثة إلا الحكومة، ولكن لا يتحملها، هي يتحملها على قصة الإندارات، على قصة الإنذار المبكر للسكان، على قصة عدم وضع آلية معينة حقيقية للإنذار. لجان الطوارئ هل كان بها أعداد من خبراء الجو وخبراء الأرصاد الجوية، خاصة أن الإعصار كان يتقدم إليه، هل كان فقط سيعلم موج البحار أم كان هناك أمطار، غير من الأشياء الكثيرة التي كانت مفقودة من لجان الطوارئ. وبالتالي المسؤولية الإخلاقية العامة هي مسؤولية الدولة والحكومة في هذا العدد الكبير من الناس، لكنها هي كارثة طبيعية تجاوزت كل حدود التوقع، كارثة مثل قوى القاهرة يعني التي سببت في هذه الكارثة. الآن يستخدم هذا الموضوع لمسألة النيل السياسي من حكومة الشرق الليبي أو من حكومة الغرب الليبي، ولكن مسؤولية الدولة أي كانت الحكومة الحقيقية هي حكومة الغرب أو الشرق، لكن مسؤولية الحكومة الليبية على عدم إنذار السكان المبكر بهذه الكارثة. طيب وعلى يعني على قدر كلمة المسؤولية، هل سيتحمل القيمون على البلاد في الشرق وفي الغرب مسؤوليتهم الحقيقية أمام هذه الكارثة وتدارك آثارها بعد في هذه المرحلة، مرحلة إعادة الإعمار، ونحن نرى حاليا كيف أن كل منهما يريد أن يكون القيم على إعادة الإعمار ويكون حريص على أن لا يكون هناك استفادة لطرف على حساب الطرف الآخر مع وجود كما تقول استحقاقات سياسية مقبلة. للأسف سيدي الكريم وكل هذا الكلام الذي نقوله لم نرى لجان تحقيق في ليبيا منذ 2011، لم نرى لجان تحقيق على كثير من الجرائم التي حدثت في حروب وقتال ونزاع، وما زالت الأطراف السياسية تبين النقاط بعضها البعض وما زالت منقسمة عندما يأتي الأمر له علاقة بالأموال وبالسلب والنهب الذي يحدث في أموال الدولة الليبية من مختلف الحكومات التي كانت فاسدة، ليس اليوم وليس غدا ولن يتوقف هذا السلب. واليوم نرى أمامهم إذا صح المثل عندما يقول المثل العربي البسيط عندما يقول عندما تذبح بقرة تكثر سكاكينها، فأعتقد أن هذه البقرة اليوم أصبحت درنة وسكاكين الفساد بالتأكيد تشحت من نيل من مساعدات درنة. من يستطيع أن يمسك مشروع إعادة إعمار درنة؟ هل يستطيع أن يكون له شفافية تامة ويستطيع أن يقدم إعمار تام لمدينة درنة بدون شائبة الفساد أو أقل شيء تنقص نسب الفساد به والناس تكون مراضية على مستوى الإنجاز؟ هذا تحدي كبير للليبيين وللسياسيين الليبيين القائمين على المشهد. ماذا عن المجتمع الدولي سيد غنية؟ المجتمع الدولي كيف يمكنه أن ينخرط في هذه العملية؟
لا أعتقد أن المجتمع الدولي والدول الحلفاء ليبيا المختلفين الذين يدعمون هذا الطرف السياسي أو ذاك الطرف السياسي حريصين على استقرار ليبيا أو إعادة أعمارها منذ أن تركوها في 2011. كانت لهم مشاكل مع النظام السابق، تخلصوا من النظام السابق والزعيم الراحل معمر القذافي وذهبوا إلى حال سبيلهم، تركوا بين براثن الأنانية والفساد الكفيلة حقيقة والمسيطرة، هذه قوة الأنانية والفساد السياسي لدى الأطراف السياسية ليس الليبية بل في العالم الثالث أجمع، لأن هذه الأطراف هي التي تسخر كل ثروات العالم الثالث لتذهب إلى خزائن أوروبا وخزائن الشمال وليس النظام والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالمجتمع الدولي أنت تحتمي بنفس الغول الذي أكل أباك، فلا أعتقد أن الليبيين أي منهم الذي اليوم ينادي المجتمع الدولي ولا يرى التحشيدات السياسية بوجود قائد مثل قائد الأفروكم في ليبيا ونائب وزير الدفاع الروسي في ليبيا. هذه رسالة واضحة لتحديد أماكن النفوذ، وكل يسعى لأن يحدد أماكن نفوذه. وبالتالي المجتمع الدولي ليس ملائكة، المجتمع الدولي كلمة فضفاضة لمجموعة من الذئاب سيطرت على مجلس الأمن الدولي وتسخر كل قراراتها إلى أجندة سياسية مسبقة للاستفادة من هذه الدول الضعيفة. فلا أعتقد المطالبين اليوم بالمجتمع الدولي، لا أعتقد مع احترامي وتقديري لهم، إلا إنها أنانية وقصور سياسي، فإن المجتمع الدولي يستطيع أن يحقق لك ما لم تستطع أن تحققه لذاتك ولبلدك. تحتاج إلى رؤى وطنية. الاختلاف السياسي موجود محمود، نحن لا نتكلم عن الاختلاف السياسي ما بين الأطراف، كل العالم موجود فيه طرف حاكم وطرف في المعارضة وهذه مسألة طبيعية، لكن له هناك حدود الاحترام في الخلاف السياسي. فرأينا أحزاب المعارضة عندما تعرض البلدان إلى كوارث كيف تقف أحزاب المعارضة مع أحزاب الحاكمة صفا واحدا إلى حين انتهاء تلك الكارثة، ثم تعود إلى صراعها السياسي العادي وهو صراع محمود لأنه يبحث عن ناخبين، وهؤلاء الناخبين ما بين مد وجزر، ما بين الحزب الحاكم والحزب المعارضة والكتلة الحاكمة والكتلة المعارضة، وهذا بين الديمقراطية في العالم. ولكن ما نراه اليوم في ليبيا في عز هذه الأزمة التي تضامن فيها أهل ليبيا وسطاء ليبيا مؤسسات ليبيا حتى العسكرية من شرق ليبيا وغرب ليبيا تنادت والتقت والتحمت مع بعضها البعض احترام متبادل تقدير متبادل، وهذا لم يحدث منذ 2011 سيدي الكريم. هذه تماما، وهذا ما نتمناه أن يبلغ مداه بإعادة إعمار درنا. سيد عبد العزيز غنية الإعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أهلا بكم من جديد. إذن انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتفاق جديد للهجرة أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس، قائلة إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أنه لا يصلح كخطأ للمستقبل. الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية تلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير الشرعية وغير النظامية، والآخر يؤكد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل. من جهتها أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدفع قيمة 135 مليون دولار لتونس في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا. نسأل في المشهد عن أسباب اختلاف وجهات النظر بشأن هذا الاتفاق، وهل سيؤثر مستقبلا على التعامل الأوروبي مع تونس؟ أي تهديد تمثل هذه الاتفاقيات أو هذه الانتقادات على الاتفاق؟ ولماذا يتمسك الاتحاد الأوروبي به رغم استمرار تدفق اللاجئين من تونس؟
تحديدا. إذا لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال من تونس ضيفتي الدكتورة نرجس التركي الباحثة في فلسفة الأخلاق والسياسة. أهلا وسهلا بك دكتورة التركي. إذا انتقاد جديد من ألمانيا هو ليس الأول، هناك أكثر من دولة انتقدت الاتفاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. برأيك في ظل هذا الصراع داخل الاتحاد الأوروبي كيف يمكن أن يؤثر على الاتفاقات مع تونس وعلى أيضا ظاهرة الهجرة غير النظامية؟ مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة. في الواقع سيدتي الكريمة إن المسألة مسألة البداية نتحدث عن اتفاقية أو مذكرة شراكة شاملة، ولكن كلمة شاملة بقت محدودة على المستوى التونسي الإيطالي، ثم وقع توسيعها شيئا فشيئا في اتجاه الاتحاد الأوروبي. تبقى مسألة النقد الذي تتحدث عنها يعني ألمانيا في علاقة بالمسألة الإقليمية والكونية. إن تحدثنا عن المسألة الإقليمية فهي تتهم الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتم يعني التفاوض أو الاستشارة مع جميع الدول المعنية بهذه المسألة، وهذه المسألة الأولى، في حين أن مفوضية الاتحاد الأوروبي يقر بأنه تمت المشاورات اللازمة أو الضرورية لإتمام هذا المسار. هذا من ناحية ألمانيا في حد ذاتها. أيضا أبقى دائما في المسألة الألمانية، لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نقرأ المشهد بدون أن نقرأ المسائل الداخلية لكل دولة أو موقفها من هذا التوجه. ألمانيا مقارنة بإيطاليا والدول الأخرى، في السداسية الأولى من سنة 2023 كان التدفق للهجرة ما يزيد عن تقريبا عن نصف مليون لاجئ قد توجهوا إلى أراضي أوروبا كافة، وتولت ألمانيا النسبة الأكثر من بين الدول، أكثر من إيطاليا نفسها، يعني نسبة ثلث المهاجرين توجهوا إلى ألمانيا ووقع يعني قبول اللجوء. هنا نفهم أن ألمانيا تمثل يعني حجر له وزنه في مسألة الهجرة. بالنسبة لإيطاليا، يعني لو شئنا أن نتحدث أرقاما في هذه المسألة، فنقول بالنسبة لألمانيا توجه إليها 5830 لاجئ بطبيعة الحال من متعددي الجنسيات. بالنسبة يعني توجهوا إلى ألمانيا، عفوا، إذا إسبانيا 86,000، بالنسبة لألمانيا 154,000، بالنسبة لفرنسا 81,000، وبالنسبة لإيطاليا توجهوا 62,000 لاجئ. يعني النسبة الأقل توجهت لإيطاليا، ورغم ذلك فإن إيطاليا تصر على أنها تتحمل الطرف الأكثر مضرة في مسألة ملف الهجرة، لا أقول غير الشرعية بل غير النظامية. لماذا؟ لأن المسألة ليست في علاقة بالشرعية، كل مواطن له الحق أن يتنقل. تماما. لكن أمام هذا العدد الكبير الذي تتحمله إيطاليا، تبدو في قربها أيضا من الشمال الإفريقي وفي وصول كثير من المهاجرين غير النظاميين إليها وإلى فرنسا، يبدوان كبلدين يعني يدفعان بقوة من أجل إبرام مزيد من الاتفاقيات، في ظل وجود جزء آخر من الشمال الأوروبي غير المتناغم مع هذه الاتفاقيات. هل يمكن هذا أن يؤدي إلى إلغاء هذه الاتفاقيات، التأثير عليها أو التأثير على ما تخطط له أوروبا بإبرام اتفاقيات أخرى مع الدول في الشمال الإفريقي؟ سيدتي الكريمة، ظاهريا الحديث عن هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات هي في علاقة بحقوق الإنسان، هذا ما يقع تداوله في كل ما يتعلق الأمر بنقد هذا التوجه أو هذا المسار، ونحن نتحدث بصفة موضوعية. يعني هذا الظاهر، ولكن المسألة التي تختفي وراء هذا هي المسألة السياسية، لأنه في الواقع الاتحاد الأوروبي هو بصدد حماية الـ الأنظمة التي تسيطر اليوم أو تسير الحكم في أوروبا. المسألة هي سياسية بامتياز، لأن الانتخابات في أوروبا تبدو على أشدها بين اليمين وبين خاصة اليمين المتطرف كما في إيطاليا، حتى في ألمانيا ظهرت هذه التيارات وبدأ يعني التوجه نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. بالتالي نقرأ
بأن وقف هذه الاتفاقيات أو تهديدها أو عدم يعني عدم تركها تسير في مسارها الطبيعي يبدو صعبا نوعا ما، لأنه جميع دول أوروبا أصبحت ترى العبء الثقيل من مسألة الهجرة غير النظامية، ولكن ما يظهر في المسألة هو عدم التناغم وعدم التوافق بين المواقف الأوروبية فيما يتعلق ب يعني طريقة التعامل أو طريقة المفاوضات التي تحدث مع دول حوض الأبيض المتوسط وبخاصة تونس. في رسالتها وزيرة الخارجية الألمانية لمفوض المفوضية الأوروبية مسؤول السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية تقول إن مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقيات. برأيك وسط هذا الصراع بين 27 دولة لا يوجد اتفاق على نسق واحد، هل يمكن أن يؤثر على كيفية التعاطي مع قضية المهاجرين غير النظاميين؟ هل هناك بنود يمكن أن تلزم الدول التي أمضت على اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الهجرة، خصوصا ونحن نرى أن الأمر لم يأتي نتائجه منذ يوليو الماضي إلى الآن شهران، ما يزال هناك عدد كبير من الهجرة غير النظامية تمر من تونس إلى الشمال إلى الجنوب الأوروبي؟ تبدو المسألة يعني شائكة ومشتتة من جهة الجهة الأوروبية. بالنسبة للجهة الدول المعنية في الحوض الأبيض بما فيها تونس، فإن المسألة تبدو على الأقل يعني محدودة. لماذا تبدو محدودة؟ لأنه حتى المساعدات التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي لا تظهر ولا لا تمثل شيئا مقارنة مثلا بما قدمته لتركيا في نفس الملف أو في اتفاقية مشابهة. وبالتالي المسألة المتضرر الأول هي دول الحوض المتوسط الجنوب وليس دول أوروبا يعني لنفهم أيضا لماذا ليس دول أوروبا، لأنهم يعني يقومون بكيف يعني يحددون طبيعة هذه الهجرة أو هجرة النظامية بحسب الإملاءات أو بحسب ما يحتاجون إليه مثلا في تعزيز الثروة البشرية. أيضا من ناحية أخرى، وهو هنا المفارقة تكمن في أنهم يعني ينددون بالتهديد، تهديد المهاجرين الذين يأتون من دول أخرى. بالتالي نريد أن نسطر أيضا على مسألة هامة بأن هؤلاء المهاجرين الذين يعني يريدون إلى أوروبا أو يهاجرون بطريقة غير نظامية هي خاصة هم من بينهم ومن يرفضون تواجدهم هم من جنوب إفريقيا وسوريا والدول المتضررة من الجنوب بصفة عامة، بينما أوكرانيا يقبلونهم ويوجدون بكامل أوروبا لاجئين من أوكرانيا. نفهم أن هذا الملف يبقى محدودا لأنه في هذا التطرق يعني ليس تطرقا موحدا ولا تصور موحد تملكه هذه الدول الأوروبية فيما يتعلق بهذا الملف، وهذا يتوقف بطبيعة الحال على طبيعة مصالحها الداخلية أو سياساتها الداخلية أو قدرتها على استيعاب هذا العدد الذي يأتيها، الكم الهائل الذي يأتيها عبر الهجرة غير النظامية. على مستوى آخر في هذا الملف، تحدث خبراء حقوقيون من مجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات التونسية، إضافة لهذا الاحتجاج أو ربما غير يعني سخط من جهات أخرى من ألمانيا مثلا، إلى أي حد يمكنه هذا أن يفجر هذه الاتفاقيات أو يمكنه أن يورط الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن هناك بند قانوني يحول دون أن يتراجع الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقيات عما أبرمه مع تونس؟ ما يحدث سيدتي اليوم هو في الواقع قنبلة موقوتة. لماذا؟ لأنه نلاحظ الوضع السياسي والانقلابات التي تحدث في الجنوب يعني جنوب المتوسط وما ينجر عنه من مجاعة ومن تشتت ومن حروب، يعني لا مفر من هروب هؤلاء البشر ومن حقهم أن يجدوا مكانا يلجؤون إليه لكي يعيشوا في أمان وسلام. إذن المسألة لا تحل
بالشكل الأمني الذي توجه إليه الاتحاد الأوروبي، بمعنى حراسة حدودها أو الشراكة الأمنية على الحدود تونسية أو غير تونسية، هنا لا تحل المسألة بإيقاف هذه الأتفاق من المهاجرين. بالتالي فإن الانفجار لن يأتي فقط من الجهة الأوروبية في حد ذاتها، لأن كما ذكرت سابقا النسبة التي يتوجهون بالنسبة لمقارنة بين ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فإن النسبة تبدو مرتفعة جدا إلى درجة خاصة في مستوى مقارنة بين 2016 و 2023، هنا نرى أن هناك فرق كبير على مستوى التدفق، وازدادت حدة هذا التدفق. بالتالي المسألة أصبحت راهنة وأصبحت يعني تتطلب إعادة النظر، ولكن إعادة النظر على حساب من؟ على حساب الدول الفقيرة، حساب الدول التي في الحقيقة تحتاج للدعم، تحتاج للمساواة، تحتاج للتوزيع العادل للثروات، تحتاج أيضا لاستيعاب هؤلاء اللاجئين الذين من حقهم أن يعيشوا كما بقية البشر. إن أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة بصفة كونية، بالتالي تبدو المسألة في على صفيح كما الأرض، صفيح يكاد ينفجر من الجهة الأوروبية، خاصة ونحن كما ذكرت على أبواب انتخابات، وكل حزب يدلو بدلوي من أجل إرضاء ناخبيه لكي يتوجه إلى الحكم في بلادي بطبيعة الحال. طيب كيف يمكننا رؤية الأمر من الزاوية التونسية؟ إلى حد يبدو النظام التونسي الآن قد استغل ربما هذه الاتفاقية في ظل أنه لم يقم بالدور المنوط به، وما زال هناك كثير من اللاجئين من وصلوا الأسبوع الماضي إلى لامبيدوزا الجزيرة الإيطالية. هل هو من ورط الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الاتفاقية؟ هل هو يستفيد في ظل عدم التزامه بالبنود الموجودة في الاتفاق؟ كيف يمكننا توصيف ذلك؟ في الواقع سيدتي، لو شئنا أن نحدد هذه المسألة، تونس دولة تضررت من كل النواحي. لماذا؟ لأنها هي متضررة اقتصاديا ومتضررة بأسباب الوضع الراهن الذي تعيشه، وزادتها التدفقات، وأن المسألة الإنسانية بشكل يعني يكاد يكون متصاعد، أصبحت مسألة مطروحة، لأنه لا يمكن أن نتعامل مع إخواننا الأفارقة بشكل لا إنساني، أي أن لا نستجيب لطلباته الإنسانية، أو أن نضعهم في أماكن مهجورة، أو أن نخرجهم من ديارهم، أو إلى غير ذلك. رغم أن هذه المسألة تبقى مطروحة. لماذا؟ لأن الهجرة غير النظامية لا تخول للاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن. هذا من ناحية التونسية في حد ذاتها، تونسي ناحية تونسي أوروبي. تونس حقيقة لم يعني تكن مستفيدة بالدرجة التي نتصورها، لأنه 70 مليون يورو أو 67 الثانية في الأولى في علاقة بالتضرر من جائحة كورونا، وكانت منصوصة سابقا، واليوم 67 يورو مليون يورو نصت أساسا على مسألة الهجرة غير النظامية. بالتالي هذا المبلغ يبدو لا يحل المشكل، ولا يمكن أن يوفر حتى الآليات لكي يحمي حدود التونسية وليس الحدود الأوروبية. تبدو المسألة ليست بالجدية الكاملة بحيث تحل بجذورها. طيب ما هي قيمة هذا الاتفاق إذا كانت لا تونس مستفيدة منه ولا أوروبا التي تنفق عليه مستفيدة منه؟ ما قيمة هذا الاتفاق؟ نعم. مسألة القيمة سيدتي تبدأ في المرحلة الأولى التي تضع عليها حجر الأساس، هي البدايات. يعني بداية الشراكة أو الاتفاق يبنى عليها بدايات أخرى، ويمكن أن تتطور هذه الشراكات إلى شراكة اقتصادية، شراكة اجتماعية، شراكة ثقافية، شراكة بأتم معنى الكلمة تخدم الجانب الإنساني أكثر مما تخدم الجانب الأمني. الأمني يأتي دائما نتيجة الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ما لم تتحقق هذه المستويات بالنسبة للمواطنين إما في تونس أو في الدول المهاجرة التي تهرع وتغادر بلدانها بحثا عن الحياة
فلن يكون هناك حلا أبدا، وستبقى المسألة مطروحة. وهذه المسألة ليست حديثة النشأ بل تعود إلى قرنين على الأقل من الزمن، وهي تتفاقم اليوم نظرا لكل الأسباب التي تداخلت فيما بينها، حتى المسألة المناخية هي أيضا تساهم فيها. طيب، في ظل مسارعة المفوضية الأوروبية لضخ المزيد من الأموال لتونس وتجاهل الانتقادات السابقة، هل يمكنها أن تظل على نفس السياق في ظل ما شاهدناه من إسراع إيطاليا لإبرام الاتفاق أساسا في يوليو الماضي، جويليا الماضي، أم أنها ستتوقف أمام هذا الانتقاد الحاد من ألمانيا؟ في الواقع سيدتي الكريمة، أتصور هذه قراءتي للمسألة، أن أوروبا جميعها لها مصلحة واحدة، مصلحة واحدة خارجية، حماية أمنها وحدودها. وتتصور أوروبا بأن هذا الدخيل الذي يأتي من وكأنه من كوكب آخر لا يحق له أن يدخل أراضيها، ولو أنه هو إنسان له نفس الحقوق بما تنص حقوق الإنسان، وهم من شرعوا هذه الحقوق وينادون بها ويدافعون عنها في كل مؤتمر وفي كل مناسبة. بالتالي أنه لا يمكن أن يناقض من يدعي الحقوق الإنسان نفسه بأن يضرب هذه الحقوق على أراضيه. إذن كيف يحل مشكلته؟ يحلها قبل أن تصل إليه، وهذه الحلول التي تبحث عنها وهي حلول سطحية وليست حلول يعني جذرية. تريد أن توقف النزيف عند حد الوطن أو البلد، بلد العبور، وليست لا تريد أن تصبح دولة الضيافة أو دولة القبول. لهذا هي تسعى إلى كل الوسائل الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية، وقد تصل إلى العسكرية لمنع وصول الوافدين، لكنها تتحرج أمام الرأي العام عندما تتوجه إلى الحجز أو الاعتقال أو الممارسات الغير إنسانية في اتجاه اللاجئين أو المهاجرين غير النظاميين. لأن نرى اليوم أن الإعلام لم يعد كما في السابق يعني صامت، بل أصبح يعري ويكشف كما منبركم الكريم ما يحدث في هذه البلدان أو في غيرها من انتهاكات ضد الإنسان وضد الإنسانية كجماعة. طيب، في سؤال أخير، هل يمكن أن تؤثر كل هذه الانتقادات في نسب التمويل على الأقل الأوروبي لمثل هذه الاتفاقات، خصوصا وأن ما تعانيه أوروبا حاليا هو على المستوى الاقتصادي؟ نعم، نفهم جيدا سيدتي الكريمة أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية حادة، وبالتالي أمام الأمن يعني تصبح الأمن أهم من المسألة الاقتصادية. بالتالي هم يرون في هذا الملف يعني ملفا حارقا، وأتصور أن ما سيحدث لاحقا هو السعي إلى بطبيعة الحال بشكل في التفاوض فيما بينهم، خاصة ألمانيا لن ترضى بسهولة، لأن كما ذكرت هي تتحمل الجزء الأكبر من نسبة المهاجرين، وهي أيضا دخلت اليوم في خطاب جديد سياسي بأنها لن تقبل اللاجئين إلا تحت شروط معينة، وبالتالي ستندرج ضمن نفس السياق الذي دخلته إيطاليا منذ سنوات. وهذا يؤدي حتما إلى ضرورة الجلوس للتفاوض، وهذا الجلوس سيؤدي إلى إعادة النظر لما يمكن أن تقدمه لتونس أو للدول الحوض المتوسط من مساعدات لكي تجعل أو تحل المسألة جذريا داخل أوطانها وليس في مقبرة الحوض بمنع اللاجئين من الوصول بشعلهم يموتون في بين يعني كطعم للحوت أو للغرق، ضحايا الغرق. دكتورة نرجس تركي، الباحثة في فلسفة الأخلاق والسياسة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس. شكرا لمشاركتنا هذا الجزء من النقاش. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، حتى نضبط معكم زوايا مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.